ترى ترى هو عنوان أغنية ماهر جواد الجديدة واللي عم تشوفوها بشكل يومي عبر أغاني أغاني. أحبك أنا حب لعب يا لعب وبتمي فورا سرى ترى ترى يا ترى. أحبك حب خرافي في وسط القلب غافي وعليه دمعي جرى ترى ترى يا ترى. ماهر وبدردشة خاصة كان حدثنا عن كواليس الأغنية وتحضيراتها. ماهر جواد بنرحب فيك أول شيء بستوديوهات أغاني أغاني وبمكاتبنا. خبرني شوي أول شيء، نحن اجتمعنا اليوم كرمال نحكي عن غنيتك الجديدة ترى ترى، خبرني شوي عنا. أول شيء بوجه تحية لكم وللإذاعة أغاني أغاني لكل المشاهدين الحلوين، وبدي أقول لكم أول غنية عملناها نحن كانت لبنانية، تاني غنية عملناها عراقية اللي هي ترى ترى، كلمات درار جرجري، ألحان هيثم زياد، توزيع بودي نعوم. ماهر تعاون مع أسماء كبيرة بهالعمل، الأمر اللي انعكس على أصداء أغنيته اللي بتجمع الروح اللبنانية بالروح العراقية. أخذنا وقت شوي فيها بالتوزيع مع الأستاذ بودي نعوم، وأكيد كان معنا الملحن تبع الغنية اللي هو أستاذ هيثم زياد. أخذنا شوية وقت يعني فعملنا شيء جديد، حبينا نضيف شيء جديد والحمد لله نجح، بحس نجحنا يعني. حبيت تروح من اللبناني على العراقي، حسيت اللهجة العراقية صايرة ترند أكتر من قبل هالفترة؟ نحن هيدا جونا يعني بين اللبناني والعراقي نفس الشيء، حنغني هيك ونغني هيك إن شاء الله. طارب جامع فرح حبك يساوي الفرح، أنا وبدونك أبكى مكسور الجنان، يا أبو الخد تفاحة ليك ماكو راحة، حياتي ترجع لي ورا. قبلنا شوي بكواليس الكليب لاحظنا صار في دانسرز وراك، معقول نشوفك انت عم ترقص بعدين بالكليبات الثانية؟ اكيد في اكيد ان شاء الله 100% 100% اكيد. ماهر خبرنا عن كواليس كليب ترى ترى وعن الصعوبات اللي واجهته اثناء تصويره. كنتوا عم بتصوروا بالمطار، قد ايه كان صعب واحد يفوت على المطار يصور ياخذ اذن؟ في شويه صعوبات بس الفريق العمل بوجه له الف تحيه. أكيد بدي أشكر كمان المخرجة اللي هي هيف الفقيه، كان عندها جهد جبار يعني عملته، وبالفعل كان في شوية صعوبة يعني بس بالأخير الحمد لله فتنا وصورنا، كان جو كتير قوي جوا كتير حلو. تاني أغنية لألك وهذا الكليب أكيد قد ايه عذبتها للمخرجة على السال؟ هلا هيدا الشيء برجع لألها هي لازم تسألها ما بعرف، بس أنا بحس لا ولا مرة يعني ما عذبتها أبدا. كنت تسمع دغري كلام ودغري ما يمشي الحال؟ ابدا نفس الشيء، نفوت دغري على التصوير يعني عيد ما عملناها ابدا 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 الحمد لله يعني، حتى اول كليب وثاني كليب يعني. ماهر خبرنا عن المخطط الفني اللي واضعه للفتره القادمه. هلا ان شاء الله طالع على استراليا اذا الله راد، عندي كذا حفله فوق بعملهم، بخلص هيدا المهمه اللي عندي وبس ارجع، بس ارجع ان شاء الله اكيد عندي شيء حضره اذا الله راد. عندك لهجه معينه؟ لا في يعني في كذا فكر براسي، في كذا فكره بدنا نعملها ان شاء الله، عم نحضر شوي يعني. بلشنا هلا اول شيء لبناني، في العراقي، في هلا جديد ماني عارف صراحه شو هو، بس عم نسمع يعني شوي. مع هالسؤال انهينا لقائنا مع ماهر وتمنينا له التوفيق بكافه مشاريعه القادمه. يلي احتلت حياتي صرت نكهه دنياتي وقلبك بيا ما درى ترى ترى يا ترى. ليلي تحول نهار مغربي يا إيش صار، أصرت عيونك خطرة ترى ترى.